يا جماعة الخير اتقوا ربنا في أهلكم، اتقوا ربنا في أولادكم، وكمان اتقوا ربكم ربنا في نفسكم، في نفسكم من الضغط النفسي. تفريغ الضغط النفسي ما بيكون في البيت، تفريغ الضغط النفسي والضغط العصبي بيكون عن طريق المشي، عن طريق الهرولة وحيداً، استنشاق هواء نقي، الابتعاد عن مصدر القلق ومصدر التعب ومصدر النرفزة. بدكم تروحوا تشلحوا الإجرابات وتمشوا حافين القدمين على الصرار، على الأرضية، على الرمل. بدكم تفرغوا شحنات، بدكم تكثروا من عملية السجود والصلاة والتوكل على الله. بنفرغ شحنات عن طريق شرب الأعشاب، نعناع، زعتر، ميرامية، بابونج، ينسون، كلها بتهدي الأعصاب. المياه الساخنة بتهدي الأعصاب، المياه الباردة بتهدي الأعصاب، شرب المياه بكثرة بوقف شعر جسمنا في حالتين، حالة إيجابية واللي هي لما نسكب المياه الباردة لمدة دقيقتين، فيتم تحفيز العصب الحائر، والعصب الحائر على السريع بحفز الجهاز الباراسمبثاوي اللي هو بخفف عمل الضغط النفسي وبخفف عمل الضغط العصبي وضغط الدم. وفي الحالة الثانية وقت الخوف اللي هو السلبي طبعا، بتم طبعا نفس العملية بسبب انقباضات في العضلات، وهي العملية بتكون ناتجة عن هرمون الكورتيزون اللي هو بيعمل عملية سرعة في دقات القلب، تسريع من الضغط، تسريع من العمليات الحيوية وتدفق وانقباض العضلات المفاجئ اللي بيؤدي طبعا لآلام في الظهر وزيادة. جمعة مباركة على الجميع. الذبح الإسلامي معناه أنه قطع جزئي للرقبة. القطع الجزئي هذا يتسبب في قطع في العصب الحائر اللي هو ببلش في أسفل الجمجمة وبنتقل بفرعيه اثنين من اليمين والشمال لتغذية القلب والشرايين والكولون والرئتين والمعدة وكل الجهاز الأجهزة الداخلية. في حال تم عملية قطع هذا العصب اللي هو بشكل زي البريكات اللي بتحافظ على دقات القلب إنها ما ترتفع، بصير في عملية تسارع من القلب، وفي هاي الحالة هذه عملية التسارع بتم من خلالها ضخ كل الدماء اللي موجودة في جسم الحيوان للخارج، وهيك بيكون صحي.